يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يوقف وقفا وهو زراعة نخيل وحفر بئر، ويريد أن يكون ثوابها لوالديه وجديه. شخص يريد أن يوقف وقفا وهو زراعة نخيل وحفر بئر. زراعة نخيل، النخيل تزرع، وحفر بئر غرس نخيل، وهو غرس نخل وحفر بئر، ويريد ثوابها لوالديه وجديه وزوجة والده وزوجته، فهل يصل الثواب لهؤلاء؟ إذا نوى هذا يصل إليهم، لأن هذا من الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. هذا صدقة جارية يصل ثوابها بإذن الله.